وكان سليمان فرنجية حزب الله ضد وصوله، وبالتالي هيدا دليل هيدي انه هيدي اليوم يعني حجه بحديث يعني سليمان حجه انه سليمان فرنجيه مرشح الممانعه كرمال هيك نحن رافضينه سقطت بال 2016. مش صحيح يروق علينا سليمان باك، مش هيك تعالج الامور الوطنيه اللي بهالحجم. سليمان باك تقاطعوا حواليه بالاسماء كما احكي عن الاحزاب، وليد جنبلاط، نبيه بري، سعد الحريري، نعم. سنه 2016، بس هذا لا يعني أنه منه من فريق الممانعة، لم يكن مرشحا لأنه كان اتفاق مارن خايل يتضمن وعدا من حسن نصر الله لميشيل عون أنه عندما يتوفر ظرف ورئيس الجمهورية ومانوا عليه وقت الدوحة أنه هلأ مش ضابطة مرة تجي، نتذكرها من يحكي لنا كلبنان. وبالتالي سليمان ما كان خصم الممانعة، بس لم يكن مرشحا المفضل لأنه كانوا مرتبطين بوعد لميشيل عون ومانوا عليه أنه عمرك بيسمح لك وفي وقت قدامك، هذا الزلمة بآخر عمره حلم حياته يعمل رئيس، زيح من طريقه زيح. وبالتالي ما بنى عليه النظرية الأساس تمام فرنجية ساقط حكما، لأنه لم يكن مرشحا خصما للممانعة، كان مرشحا لا يفضله حزب الله بسبب ارتباطه بوعد لميشيل عون. هلأ نحل من وعده لميشيل عون واعتبر انه مش مديون لجبران باسيل، رجع يكفي سلسله حلفائه اللي منهم الاستاذ سليمان فرنجيه، وبشكل ممتاز وواضح يعني ولا مره سليمان فرنجيه قال انا ضد هذا الخيار، ولا مره الا ما قال انا ملتزم بهذا الخيار وبيشرفني وبتشرفني صداقتي فيه والى اخره، وكمان حقه، بس حقنا ما نقبل انه يكون هذا الخيار في رئاسه الجمهوريه. بترجعي لي لتسوية 2016، بال 2016 كان في ظروف أخرى، كان في ما يملي على القوات اللبنانية تعالج بشكل أساسي دويخة كل الناس راكبة عراسة فيها، أنه إلى متى هذا الانقسام، القوات العوني التاريخي لبكتونا زعجيننا، ما بقى لنا جلدتكم، فريقين قاعدة عم بتقوصوا عراضكم بالسياسة، اتفقوا خلصونا، اتفقنا وخلص الاتفاق علينا نحن وياهم. اوكي، هلا على شو عم ترجعوا تتفقوا؟ هلا مش على اي اساس؟ هلا متقاطعين على متقاطعين على دعم مرشح لرئاسه الجمهوريه مواصفاته وما اعلنه حتى ببيانه الوحيد اللي تناول فيه، بس ما عرفنا اللي مثلا خرب فيه موضوع الرئاسه، بس في اشياء ما عرفناها، في اشياء ما عرفناها مثلا يعني موضوع الاستراتيجيه الدفاعيه اللي هو موضوع للسياديين عنوان اول، غير موضوع استراتيجية دفاعية، عودة اللاجئين، ويعني الوقوف بوجه المنظمات الدولية اللي عم بتقول عم تفرض التوطين علينا. أساساً أنا بدي أسألك سؤال، هل رئيس الجمهورية هو من يتولى السلطة الإجرائية أو هو من يتولى رعاية السياسات التي توصل إلى مصلحة الدولة اللبنانية بعد الطائف؟ بدنا ننسى أنه نحن كان في جمهورية أولى قبل الطائف، وكان في رئيس مطلق الصلاحيات هو رئيس السلطة الإجرائية، يختار يعين الوزراء ويختار من بينهم رئيسا، يقيل مجلس الوزراء أو الوزير عندما يريد، يحل مجلس النواب عندما يريد، وخلصوا هو كلهم سوا مع الطائف. رئيس جمهورية شخصية معنوية يقسم على حماية الدستور وسيادة البلد، ويسعى مع السلطة الإجرائية وكل المكونات وبالسياسة الخارجية التي هو يتولاها بشكل أساسي إلى حفظ مصلحة البلد وتقديم الافضل له ولشعبه. وبالتالي بس قادر بدعه رئيس الجمهوريه بده اياها بتوقيع، قادر يمنع تشكيل حكومه ما بده اياها، لكرمال بس تشكيل حكومه بده اياها لا، بس بيضلوا يمنع لكرمال، وشفنا مع الرئيس ميشيل عون يعني قريب وهيدي صلاحيه منا مسحه. اوكي يعني وبالتالي اللي بده يحل هذه المواضيع بيقدر يفرض حكومه تكون يعني مساعده له كرمال يوصل لهذه المواضيع، بيقدر يتعاون، وهيدا دور منه قليل على الإطلاق لتطبيق وجهة نظره بكثير مواضيع أساسية واستراتيجية. ولكن أنا بدي أقول لك أنا السيادة بامتياز بعتبر حالي موضوع الاستراتيجية الدفاعية والحوار مع حزب الله، أنا برأيي هي موضوع تجاوزناه اليوم، في تطبيق القرارات الدولية ما يحكم هذا الموضوع، بطل مطلوب يعني ما عاد في حوار مع صاحب سلاح لا يقيم وزنا لأحد. تحاورنا ووصلنا لثلاث أرباع الطريق، وصلنا لأعلانات مبادئ،
وصلنا ل مجموعة تقنية تتحاور حول الموضوع وبالآخر قالوا كبوه. يعني تنفيذ هذه القرارات تحت الفصل السابع؟ مش تحت الفصل السابع، بالتوافق، ولكن تنفيذ القرارات الدولية، ما بدها قرارات محلية، لأنه الدولة ووجودها لا يحتمل وجود سلاح غير سلاح. يعني حقهم حزب الله يحاولوا ما يوصلوا. يعني مش بالقوة، مش عم نقول لهم بالقوة، بس بدهم يقتنعوا، بدهم ينزلوا عن هالشجرة. دورهم القيمة خلص، لا بقى عايزينهم لا باليمن ولا بالعراق ولا بالبحرين ولا بسوريا. بس بعده العدو الإسرائيلي موجود. والعدو الإسرائيلي موجود، بس ما حدا متفاهم معه قدهم. عملوا ترسيم الحدود البحرية واتفقوا على عدم القيام بعمليات استفزاز، وقلنا من سنة 2006 ضربة كف ما في بينهم وبين إسرائيل. وبالتالي هالدور المتعاظم تحول إلى أدوار أخرى، إلى الحلول محل مؤسسات المجتمع المدني والدولة. المجتمع المدني مش بمعنى الجمعيات، المجتمع المدني نعم. بمعنى مؤسساته الضامنة لحياة الناس. صار عندهم مؤسسات دربوية وصحية ومصرفية وبالإضافة والعسكرية نعم. ويمارسون حكم كامل على الأراضي التي يسيطرون عليها، واللي بيحكي باللامركزية تقسيمي بالنسبة لهم. هذا موضوع ما بقى ياكل راس حدا. بس اسمح لي اقول لك، يعني احتار حزب الله كيف بده يتعامل معكم اذا في حال عرقل الترسيم. بتقولوا حزب الله الميليشيا الارهابي لك وينه؟ عرقل مصالح الناس، شو بدنا منه؟ واذا في حال قال انا تحت امره الدوله، والدوله اللي بتتفق هي وياها على الترسيم انا بقبل. نحن يعني حيلنا على هذا الموقف. اوكي، بس احتارنا كيف بدنا. بس لاحقا اللي عملوا الترسيم قالوا الدولة المتفرجة، واللي عمل الترسيم هو حزب الله بكل حق علي. مين قال؟ الأمريكاني والإسرائيلي. مش عم نضحك على بعضنا؟ بس هلا يعني الأمريكاني والإسرائيلي. بس مرنا مصلحة الأمريكاني والإسرائيلي يعمل هذه الفتن الداخلية. شو ما كانت يعمل فتنة داخلية إنه يدلنا على حزب الله، إنه مستقوي علينا، ناطرينه أنت يخبرونا. لا بس لأنه نحن كشفوا إنه هو معهم محاور مثل الشاطر، بس علينا بيتبهور وبيقول العدو العدو العدو، بحاورهم وبيوصل لاتفاقات معهم كما يناسبه وكما يحمي رأسه، بس على اللبنانية بيتبهور بموضوع العداوة معهم. طيب.